بدار الثقافة النوار بوبكر وبالتواصل وبالاحتفال بالخمسينية ارتأت جمعية الصناعات التقليدية أن تحتفل بهذا اليوم وتكون معنا في هذه القعدة الشوية بألوان وطنية بالطبع، لأن ضيوفنا يمثلوا كل قطر الجزائري من تلمسان من ورقلة من تمر راست كذلك من أم البواقي من ولاية البيض. هي قعدة شوية بألوان تراثية وطنية. طبعا هنا الصالون الثالث للصناعات التقليدية الذي يبرز كل مآثر وصناعة الأنامل الجزائرية. شاهدوا معنا هذا الفيتيار ونعود إلى بلاطو قعدة شوية بألوان وطنية. من تلمسان تمرست وهران بجاية تيزي وزو قسنطينة ورقلة وغيرها من الولايات إلى أم البواقي نعد المسافات لمئات الكيلومترات، لكن الزمن اختصرها بعشرة أنامل صنعت الترابط والتواصل. فكانت الاحتفالية بالخمسينية في ذكرى الشهيد جامعة للأصالة والعراقة وما صنعته أيادي جزائرية محافظة على تراثها وتقاليدها. أم البواقي الشوية تحتضن الألوان والطبوع الوطنية من خلال صالونها الوطني الثالث للصناعة التقليدية والتراث وبهندسة من جمعية الأصالة وصناعة الزربي، لتجمع حرف مختلفة من ربوع الجزائر من نحاس قسنطيني وقشبية مسيلية وملحفة أوراسية وسروج تعبر عن فارس مغوار قادم من تهرت وأصالة تلمسانية عاصمة الثقافة الإسلامية. فكل أزقة تلمسان تحمل بين طياتها فنان مثل بحر الجور فجاورت مصنوعات قبائلية وزربية ممشى التي تنافس الإيرانية. فالبهجة المحروسة كانت أناملها حاضرة ممزوجة بين الحرفة والعصرنة من خلال الرسم على الزجاج، فكانت ورقلة شقيقة لكن بالرسم على القماش. وأم البواقي من الخشب بصناعة العجب بأنامل تم افتخر بها واختصرتها عين البيضاء لتزين أفراح الكثيرين بزينة ولا أحلى. وتمرست صنعة الحلي لتتزين المرأة الترقية معبرة عن عمقها في التاريخ، ذاك التاريخ الذي صنع حضارة مزابية وأصارة أبناء غردايا. فمهما تلونت الثقافة واختلفت الأنامل فإنها تصنع ماضي وحاضر الجزائر، تراثا أصيلا وصناعة تبحث عن من يحافظ عليها، ورسالة للكثيرين للحفاظ وتمرير الحرف اليدوية وصناعة الأجداد. فالإرث الثقافي منبع وفخر للجميع، فأصداء التراث بأصوات أصحاب الأنامل الذهبية. السلام عليكم. مازال في اللون الحرفات صناعة تقليدية ورثناها من جدودنا، ورانا هنا في أم البواقي باش نزيدو نحيو الصالون ما بين الصالونات الوطنية اللي موافين نشاركو منها. نشوف أنا نتمنى والنداء لكل الشعب الجزائري، خاطرش الشعب الجزائري ليه التراث وتاريخ، عندنا التاريخ والتراث، عندنا التاريخ ما قبل التاريخ، والجزائر يعني ما نش يعني كأمريكا ولا كأوروبيين وك، عندنا التاريخ أكثر منهم في الحجر في النحاس في الفضة في الخشب في كل حاجة. وحنا كي زدنا صبنا آثار تاعنا في ديورنا، صبنا الحياة تاع القهوة، الحياة تاع الحجر، الزيور تاع الزيتون، القصع تاع اللوح، كما هذه الأواني الخشبية التي أدتنا لإحياء التراث الجديد، من التراث القديم إلى التراث الجديد. هذه هي زربية بابال، يا أخي شفتوها؟ ها؟ نخدمو نغسلوا الصوف منقردشوها ونغزلوها ونسدوها
باه نسدوها نخدموها نخدمو نديرو رقب النعام نديرو باللماع نديرو بوفريره انا بالشاويه اخويا ونتقى غروت ونخدم نخدم خربق ونسرس قسمطين ونحطو فيها تسمى كل نوعيه المشروم تاع الفضه. شو اللون اللي تميز به؟ بها نديرو بها نديرو الحمراء ونديرو البيضاء ونديرو الخضراء ونديرو الصفراء فيها ست الوان نديرها هي الوان تاع الحمراء. المده اللي تم انجاز فيها تاع زربيه كامله؟ لا نجيبوها لها نخدمو في عقولنا بشوي بشوي حتى نحوها زوز نساء ولا ثلاثه عام نجيبو عليها يعني زربية بابات تكون مليحه نجيبو عليها عام. ويعني راكم توصلوا هذه الرساله للبنات الجايين ولا كاين اللي يخلفكم في هذه الصناعه ولا لا؟ بنات متركم حبوش يخدموا الزرع. الزرع بهذا بغاو اللي عندهم العقل واللي يقعد في الدار يخدم بالعقل. البنات ما حبوش يخدموا برا بغا يكتبوا بغا يروحوا للمدارس ينشوا والتقليدي هذا طيشوا. ما حبوش يخلوه يخدموا كانوا يتبعونه التقليدي هذا نتاع المدينه نتاعنا ما نخلوش. ما نخلوش لازم التقليد نتاع الصوره والنعجه ما نخلوش. اولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يخص سؤال صناعه السروج اللي راها مازالت مهتمه بها ولايه تيارت وكما لميتي انا ورثه ابا عن جد ومورثه الابناء تاعي انايا ومازال محتفظين فيها في ولايه تيارت صناعه السروج هذه. كاين حوالي 20 حيره في اختصاص في صناعه السروج ما فيهم فئه تاع البنات اليوم اللي راهم متحمسين اكثر من الرجال وراهم يمارسوا في صناعه السروج يومين هذا في ولايه تيارت. واضافه هذا ولايه تيارت اللي الحمد لله مازال صناعه السروج متحفظين بشهادتها على مستوى الوطن مازالت غير في ولايه تيارت. واليوم رانا هنا في ولايه ام بواكين مثلوا السرج تيارتي وما خص عندنا مشتريه منا من ام بواكين ولا من قتل الوطن راهم يجوا حتى الولايه تاع تيارت وياخذوا صناعه السرج. هذه صناعه القديمه من جدودنا الى جدودنا رانا تعلمنا تبارك الله ما شاء الله درك ولينا نخدموا بها الحمد لله ما خصنا والو ما ترينا عندنا وكلش عندنا ما شاء الله رانا تعلمنا وزيدوا وزيدوا بزياده كي يجونا وحدين نعلموا ليهم زعما في التكوين كي يقراوا في التكوين يزودوا تما عندنا ونزيدوا نعلموا ليهم ما شاء الله رانا متعلمين. قول هذه موهبه يعني انا ملي نشفى على عمري نرسم صح. هذا بالذات الرسم على الزوجات والخازف ناس يطلبوني بزاف فيها تعجبهم الخدمه الوغ نحتاج فيها الوان زهور كما راك تشوف ونعلم كاين نساء يحبوا يتعلموا بزاف الوغ باليد هاي باينه حاجه قيمه تاعها ما باينه مش كما اللي تشوفهم في السوق بزاف. هذا وحده نعطيك ان اكزومبل هذا وحده هذا كرسم كل واحد كيفاش نتفنن فيه وزيد بزياده شنو نعبر لك ولا الوسم المنتوج يعبر لك على الخدمه. يمكن تعلمي الصنعه هذه الناس اخرين؟ نعم بالطبع كاين بزاف ناس حبوا يتعلموها نعلمهم. هذا الشرف ليا نمثل الولايه تاعي باللباس التقليدي الملح فالشويه نحافظوا على الاصاله باش تقعد اللباس تاعنا دائما يشرفنا هنا داخل الوطن وخارج الوطن. يعني وكيفاش راكم توارثتوا هذه الحرفه وكيفاش راح توصلوها للاجيال القادمه؟ باذن الله نحافظوا عليها باش تقعد للجيل من جيل للجيل. احنا نديروا في المجهودات نتاعنا بالعصرانه ونحافظوا ميم طون على الحاجه اللي ورثناها. باش نحيوا التراث التقليدي نتاعنا باش ما تروحش الاصاله تاعنا باللي الحرفه تاعنا تبقى ديما تمشي من جيل لجيل. احنا تعلمناها بكري على امهاتنا القدم وحنا ان شاء الله دركا قاعدين نقضوا فيها في الجمعيات وفي التكوين المهني نركبوها لبناتنا دركا جدد خاطر ما عندهمش حتى الوقت بعد كما اللي تقرا حتى كما قرايتها في الجامعه ولا تجي ديما الجمعيه ولا تروح التكوين المهني تقول نحب نتعلم الحرفه القديمه والحمد لله كل يعني الاصاله تاعنا ما راحتش كلهم يتعلموا عندنا يتعلموا الرفيس يتعلموا البربوشه يتعلموا مقركشات هذو كل يطلبوا فيهم البنات تاع درك والحلويات عصريه وتقليديه الخبازه كل
نكثر في الجمعيات، حنا الخبازة عامة نقراوها البنات، وحنا نفرحوا بالبزاف كي يعرضونا ويعيطونا باش نحيوا التراث. والشباب يعني كان إقبال كبير من الشباب اليوم والشابات، ما قلناش حنا هكذا كان يكون الإقبال، جاونا بالبزاف ويسقسيو أنه كيف خدمتوا هذه، كيف هدرتوا الرفيس، وسقسيو عليه كيف خدمتوا، كيف فورتوه، واش خاصو، كل شيء سقسيو عليها، حتى مش غير الشابات اللي سقسيو، حتى الشبان اللي سقسيو عليه. نتمنوا هذا الشيء اللي تكون المبادرة ديما تعاود، هذه تكون مبادرة يعني حسنة. دائما نعم في إطار الذكرى 50 لاستقلال الجزائر، وكما هو معروف أن جمعية الصناعة التقليدية لولاية أم البواقي جمعية ناشطة على المستوى، وهذه مش الطبعة الأولى لها، هذه الطبعة الثالثة ممكن فيما يخص الصالون الوطني للصناعة الحرفية والتقليدية. ورغم نشوفوا أنه الصالون هذا يبرز كل ما تشمله الجزائر من 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 زرابي ونحاس واللباس التقليدي سواء بما يخص الشاوي او اللباس القبائلي. المهم هذا المعرض، وكما سبق الجمعيه الترقيه الصناعه التقليديه وانها كانت دوما بالتنسيق مع قطاع الثقافه سواء دار الثقافه او مديريه الثقافه، وانهم كنا نقدموا لهم الكثير من الافكار واللي هما كانوا يجسدوها، وخاصة وأنها الجمعية جمعية ترقية الصناعة التقليدية من الجمعيات الناشطة بالولاية، وإن دلها على شيء فأنها في كل التظاهرة الثقافية التي تجرى على مستوى القطاع أنها تشارك بمعرض للزربية الحركاتية دائما وتفعيلا للفعل الثقافي في الولاية. فجمعية الصناعة التقليدية أنها تقدمت بملف للصالون الوطني لمديرية الثقافة، واللي بدورنا رسلناه لوزارة الثقافة وتلقى دعم، اللي دخل دائما الدعم عملت الدعم اللي دخل في البرنامج السنوي لمديرية الثقافة. وهذه الجمعية اللي كونها ناشطة انها كل عام عندها استفادة من الدعم المالي لوزارة الثقافة. المهم لا انسى ان اشكر كل القائمين وعلى راسهم السيد الوالي من التسهيلات والسلطات المحلية، وعندما ممكن نتكلم على صناعة التقليدية حتى وإن نتكلم فالحضور إلى المعرض يجعلك أن ترى هذه الفسيفساء الفنية التي تعكس حقا التراث الجزائري الأصيل. وأنتم كما تشوفوا هنا كل ممكن من كل الربوع الجزائري من قسنطينة تلمسان كل الطارف كل الولايات جاءت هنا لولاية أم البواقي، وانهم خلقوا هذا الفضاء المفتوح. المهم هذه المدة هي تبقى دار الثقافة مفتوحة لكل جمهور ولاية أم البواقي للاطلاع على تراثنا الأصيل، نحن نحافظ عليه في الوقت الذي ظلت العولمة تعصف بكل ما هو تراثي وأصيل. إسراء ما ورد في البي تي ار، طبعا على يميني ستكون رئيسة الجمعية السيدة بقلي رسمية منظمة هذا الصالون الثالث. وأكثر توضيح وسؤالنا الأول هو طبعا لماذا شعار حتى لا ننسى، هو طبعا الاحتفال بالخمسينية، فلماذا شعار حتى لا ننسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم على استضافتكم الطيبة. جمعية ترقية الصناعة التقليدية نظمت هذا الصالون للطبعة الثالثة للمنتجات الحرفية، حتى حطت شعار حتى لا ننسى تاريخنا وتراثنا وتقاليدنا، هي بمناسبة الاحتفال بالخمسينات. وكان عدد المشاركين في الولاية في هذا الصالون 22 ولاية من شرق وجنوب وغرب وشمال في دار الثقافة نوار أبو بكر. طبعا السيدة رئيسة الجمعية، نلاحظ أن الجمعية ونعرفها حقا أنها لها باع طويل في تنظيم مثل هذه التظاهرات، وحافظت على تقاليد المنطقة وصناعة الزرابي خاصة، يعني ماذا يعني البرامج المستقبلية تاعكم للحفاظ على التراث وهذه التقاليد خاصة التراث الشاوي؟ واش راح نقول خويا العزيز، نتمنى من كل شباب الجزائريين خاصة شباب أم البواقي بالنسبة أن يحافظوا على الصناعة التقليدية ويرفعها أب على جد، وتبقى دوما في الذهن تاعهم باللي الحرفة ما زيدش تزور،
تبقى حياتهم يمارسوا هذه الحرفة. طبعا كذلك كما قلنا أنه القعدة الشوية لن تكون إلا ولن تحلى إلا أن تكون وطنية. طبعا على يساري كذلك وافدة من ولاية البيض من أقصى جنوب الغربي للجزائر وبلباس تقليدي لولاية البيض، يعني أنت على قناة لندكس تي في الجزائرية وفي جو تقليدي، ماذا تقولي للجمهور وماذا تقولي عن الحرفة والأشياء الموجودة في ولاية البيض واللي جيتوا بها هنا لولاية الأم البواقي والصالون اللي راكم تشاركوا فيه للمرة الثالثة على ما أعتقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الجمعية للحرف التقليدية. الشيء اللي جينا به جينا بنا الأكلات التقليدية بولاية البيض، ورينا كل ما جبناه من ولاية البيض من أكلات تقليدية ولباس تقليدي وكل حاجة ما تتمثل بولاية البيض، كل حاجة تتمثل بولاية البيض. وراني نشوف في الصالون ثاني نشوف وفود من كل ناحية، يعني رانا كما نقولوا كل بلاد واش تاهو التقليد تاعها، رانا تعرفنا كل بلاد كل واحد والتقليد تاعها. حنا في ولاية البيض رانا نمارسوا هذا المهن تاع التقليدين مارسينها رانا نمارسوا فيها ورانا نتعاملوا معاهم باش نوروا المرأة البيضية واش راها عاد تمارس الآن. المرأة في البيض تمارس كل التقاليد الحرفية بأنامل جزائرية، وهو كذلك شعور لدى المرأة في ولاية ورقلة. طبعا ورقلة هي حاضرة هنا في هذا الصالون، فماذا تقول المرأة الورقلية عن الصناعة التقليدية والحرفة اليدوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. ممثلة لولاية ورقلة، حرفية رسم على القماش. بالحرفة تاعي نرسم كل ما هو تقليدي من أواني تقليدية ولباس. وشاركنا معنا السيدة زهرة خالد بالطرز التقليدي وفاتحة الغيني بالكناف، خدمت فيها تحف فنية. والسايس عبد العالي بالخشب حولوا التحف فنية. يعني من كل طبوع الجزائر ومن كل ربوع الجزائر نجول ونصول في هذا الصالون، ولكن نتذكر دائما أن الثقافة مرتبطة بغرب البلاد. طبعا الثقافة وعاصمة الثقافة الإسلامية، أكيد الجميع يعرف عاصمة الثقافة الإسلامية تلمسان، جوهرة الغرب حاضرة هنا في هذا الصالون، حاضرة بتقاليدها، حاضرة بأناميلها، من بينهم السيدة الحاضرة معنا هنا في هذا البلاتو بأنامل صنعت وبأنامل حضرت هنا إلى أم البواقي في تواصل وفي قعدة شاوية بطبوع وطنية. السلام عليكم، ونشكر رئيس الجمعية اللي عرضتنا لهذا الصالون. هو حقيقة صالون رائع، وإحنا جينا من مدينة تلمسان باش نبينوا لهم الثقافة نتاعنا فيما يخص الألبسة التقليدية، كل لباس تقليدي، القفطان تلمساني معروف، الشدة تلمسانية كما يقولوا. ونشكر كل اللي ساعدونا باش حضرنا هاد القعدة الشاوية الرائعة. طبعا هي قاعدة شاوية وبلاتو، طبعا البلاتو من إنجاز فنان وحرفي من هنا من أم البواقي بهذا الأثاث، هو مصنوع من الخشب المحلي وبالأيدي دون آلات. طبعا هو عباد زبير المتواجد كذلك برفقة الحاجة والدته التي هي كذلك لتسهر على تربية هذا الأبناء من أجل الحفاظ على هذه الحرفة. ونذكر كذلك أنها عائلة تمتهن هذه الحرفة، حرفة النجارة الفنية. طبعا أكثر تفاصيل عن الحرفة وما يقدمه هذا الحرفي في هذا الصالون. السلام عليكم أولا وقبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر جميع من ساعد في إنجاح هذا المعرض. نشكر السلطات، نشكر دار الثقافة، وبطبيعة الحال الأخ رابح مقدم الحصة، وجميع من ساعد على إنجاح هذا المعرض. والحاجة المليحة في المعرض هي تلم جميع الجزائريين كعائلة واحدة.
طبعا القاعدة الشوية لن تحلو إلا بوجود الحاجة، هي كبيرة وهنا وطبعا لها من التاريخ التقليدي، وطبعا هي ربة في البيت، طبعا تعرف الكثير عن التقاليد، كثير عن تقاليد الجزائرية، العائلة الشوية. الحاجة ماذا تقولين وانت على القناة لندكش تيفي؟ والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرحانة بالشي اللي جانا لهنا، زاير من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال، وكل احنا خاوة، ما كانش واحد براني علينا، وكل احنا مهمومين، ونطلب الهداية للشباب والشابات، ربي يهديهم ان شاء الله ويبقي عليهم السر. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، خلفية البلاتو هي من صناعة أنامل شوية، طبعا من عين البيضاء. ارتأينا البلاتو يكون من أم البواقي، والخلفية من عين البيضاء، هو دائما التمازج بين البلديتين، طبعا على بعد 26 كيلومتر، ولكن المسافة الثقافية، المسافة التقليدية هي دائما قريبة. معنا السيد العارض صاحب هذا الصناعة، هي جميلة حقا، كراسي للأعراس أو الحفلات، طبعا أكثر توضيح مع الصانع من مدينة عين البيضاء. السلام عليكم. أولا نشكرك، نشكرك على استضافتي، كذلك نشكر الأخت سليمة اللي عطتني المعرض هذا. أول مرة نعرض أنا الصناعة هذه منذ 22 سنة وأنا نخدم فيها، تمكنت يعني بفضل الله أني نفتح أكثر من 1500 منصب شغل على مستوى الجزائر، يعني هذه راني نسلبي فيها الجزائر كاملة. حاجة تفرحني، أولا تفرح الولاية تاعي، يعني بأمور بسيطة تمكنت باش نوصل هذا العمل هذا، ونشكركم على استضافتي، ومازال العطاء مستمر، ولكن نطلب ان شاء الله من السلطات باش تعاوني، لاني ما عمري ما ديت حتى دعم وشكر. نعم، هو الصالون بايادي حرفيه بسيطه جدا، بساطه هذا البلاتو. اردنا ان يكون معنا هذا البلاتو البسيط، ولكن البساطه هذا البلاتو هي من عظمه هذه الانامل التي تصنع الكثير في تقاليد الجزائر، طبعا طبوع جزائريه من الغرب، من تلمسان كما كانت معنا، وكذلك من ورقله كما كانت معنا، كذلك من البيض، من ولايه الطارف، من ولايه وهران، من ولايه طمراست، هي طبوع جزائرية تبقى جزائرية 100%، ومن صنع بلادي طبعا بأنامل جزائرية نحافظ عليها دائما. الرسالة الموجهة ولكن لشبابنا هو الحفاظ، كما قالت السيدة حول زربية بابار، أنه الحفاظ عليها هو من واجب كل الأمهات، وطبعا لتعليمها لبناتهن، طبعا للحفاظ على هاته، على هذا الموروث الثقافي الذي يبقى دائما ذو جمالية عظيمة، يبقى دائما هو رمز المنطقة الشوية، المنطقة الشوية التي نتحدث منها من هنا ومن دار الثقافة نوار بوبكر. طبعا في ظل وجود كل هذا الكم من الانتاج اليدوي التقليدي طبعا، وولاية أم البواقي تزخر بكم كبير وهائل من الصناعات التقليدية، وكذلك المواقع الأثرية التي يمكن أن تستثمر في تطوير السياحة، وفي ظل أنه كثيرون هم من صناع التقاليد هنا في أم البواقي يشتكون من التسويق الذي لن يكون إلا بوجود سياسة سياحية راشدة وتنظيم سياحي، ولمعرفة يعني الخطط الموجهة للصناعة التقليدية. والقطاع طبعا قطاع الصناعة التقليدية هو تابع إداريا لمديرية السياحة التي تشرف على قطاع الصناعة التقليدية الزاخرة هنا في ولاية أم البواقي والمتنوعة بكل تفاصيلها وبكل أناملها هنا في ولاية أم البواقي. ولإثراء هذا النقاش كذلك معي مدير السياحة السيد مقداد ثابت، مدير السياحة لولاية أم البواقي. ولايتكم سيدي تتمتع بهذا الزخم الكبير ومن هذا الأثار، كذلك الأثار والصناعات التقليدية، في ظل كل هذا يعني ما هي الخطة التي تضعونها، أو ماذا وضعتم في مخطط توجيه للسياحة للنهوض بالصناعة التقليدية، على الأقل الحفاظ على ما هو منجز منها وما ستستغلونه في المستقبل إن شاء الله لتطويرها وكذلك استغلالها في تنمية السياحة هنا في أم البواقي. شكرا. مما لا يخفى على أحد أنه التراث عموما، يعني التراث سواء كان تراث مادي
أو تراث غير مادي عنده دور كبير جدا في جلب السواح، ومنطقة أم البواقي غنية جدا بهذا التراث، منه ما هو متعلق بالفنون التقليدية ومنه ما هو متعلق بمنتجات الصناعة التقليدية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة التقليدية الفنية. هذه المنتجات كلها تلعب دور كبير جدا في استقطاب السواح، سواء كانوا سواح محليين، سواح وطنيين، أو أيضا سواح أجانب. قطاع الصناعة التقليدية الآن يحظى باهتمام ودعم كبير من طرف الدولة، من خلال أولا مختلف التسهيلات التي وضعتها الدولة، سواء على مستوى الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية، كذلك مختلف البرامج والأجهزة التابعة لقطاعات أخرى مثل التشغيل والتضامن، لكلها المخرجات نتاعها تصب بنسبة كبيرة جدا في تنمية قطاع الصناعة التقليدية، وهذا انعكس بشكل مباشر على عدد الحرفيين المسجلين سنويا. نعطيك مثال، في سنة 2012 يعني أكثر من 1200 حرفي جديد سجلوا، هذا يدل على أنه فيه إقبال من طرف الشباب، من طرف النساء، من طرف مختلف فئات المجتمع على إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار قطاع الصناعة التقليدية. في مخطط تنمية القطاع على مستوى الولاية فيه غلاف مالي هام جدا في إطار الاستثمار العمومي، يحتوي على 4 هياكل للصناعة التقليدية. هنالك دار للصناعة التقليدية في عين مليلة، دار للصناعة التقليدية في عاصمة الولاية أم البواقي، دار للصناعة التقليدية في عين البيضاء، ومركز لتنمية المهارات المحلية في مسكانة. كل هذه الهياكل عند الانتهاء من إنجازها وتجهيزها، وضعها تحت التصرف الحرفيين، ستلعب دور كبير جدا، سواء فيما يتعلق بالتكوين، المحافظة على منتجات الصناعة التقليدية من الضياع، خاصة بعض المنتجات اللي هي مهددة بالضياع، وكذلك يلعب دور كبير جدا في الإنتاج وأيضا في التسويق، بالإضافة إلى مختلف النشاطات اللي سواء نبادر بها نحن كقطاع أو يبادر بها متعاملون آخرون مثل الجمعيات، وإحنا ندعم العمل تاع الجمعيات على غرار هذا العمل المتميز اللي قامت به هذه الجمعية. إحنا أعطيناهم كل الدعم المادي والمعنوي اللي أمكن، فبتضافر كل الجهود أكيد أنه مستقبل الصناعة التقليدية في الولاية إن شاء الله سيظل في تنامي، ونتوقع إن شاء الله أن الأفاق تكون واعدة. وفي إطار الحفاظ على هذه الصناعة التقليدية، هل هناك شراكة مع قطاع التكوين المهني لفتح أقسام تخص الصناعة التقليدية على مستوى ولاية البواقي؟ أكيد فيه شراكة، فيه اللجنة ولائية اللي هي تكب على تحضير خارطة التكوين المهني سنويا. احنا رانا اعضاء في هذه اللجنه الولائيه، وفي كل سنه نقدم اقتراحاتنا على حساب لاحتياجات نتاع السوق، من اجل انه يتكفل بهذا الجانب الهام جدا اللي هو جانب التكوين. شكرا. كلمه اخيره. انا نشكر المبادرين على تنظيم هذا الصالون، ونوعدهم ان شاء الله ان دائما في الدعم والمساندة لهم. اتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح للجميع، وشكرا. يا